الشق التاني بقى اللي انا وكريم برضو ابتدينا بيه حلقتنا امبارح هو فكره سؤال السوشيال ميديا اللي هنعرضه بكره باذن الله. بنكرر على حضراتكم او بنذكركم ان احنا عايزين منكم فيديو قصير بتوجهوا فيه رساله للفريق الاول اللي هو الفريق بتاعنا فريق الاهلي فريق الاول لكره القدم، بس ارجوكم يبقى في ثواني قليله جدا، عايزين توجهوا لهم شكر، عايزين توجهوا لهم كلمه تحفيزيه اللي انتم عايزينه بس في ثواني قليله، وهنعرض الفيديوهات دي بكره ان شاء الله في فقره السوشيال ميديا. انا متوقع هتبقى في فيديوهات لذيذه جميلة، لو زي ما انت قلت فكرتك امبارح برضو لو حد بيتابعنا او عامل الفيديو ده من خارج كمان مصر ابعتوا لنا في البلكونه تصوروا. أيوة. يعني ورونا انتوا بتتابعونا منين او الفيديو ده انتوا عاملينه منين، احنا عايزين نشوف الناس كلها حول العالم بتتفرج علينا منين.